تحياتي لك يا كابتن ايمن، تحياتي لكل صباح الخير، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن حشيش، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن. نور كابتن. نور كابتن. كابتن ايمن، كنا اتكلمنا قبل المباراه، كابتن شريف اتكلمت على الحكم، والحمد لله رؤيتي قبل المباراه يمكن كابتن ايمن شايف الكلام اللي احنا قلناه. صحيح. قلنا ان الحكم كابتن عادل عندما تاثر بالضغوط كل القرارات هتعكس معاه. مظبوط. النهارده وحصل سوبر غربان، النهارده ما بقاش عارف يعمل ايه. صح. على فكره دي اسهل مباراه، مش محتاجه محلل تحكيمي، اعتقد كل المشاهدين يا كابتن شريف النهارده اعتقد شافوا اداء الحكم. انا لازم مره انا بقول حاجه واحده، ان هو يحمي لعيبه النادي الاهلي والعداله. الكلام ده انا قلته، احنا طالبنا دي بس. اتفضل. حضرتك اللي قلتها يعني. اتفضل. وانا قلت الكلام ده كابتن شريف الاول، كابتن ايمن قلت ايه؟ مطلوب مش العداله التحكيميه، العداله التحكيميه كابتن حشيش مفترض تكون موجوده في الحكم، ولكن حماية. المفروض الحمايه. مزبوط. ازاي تخلي اللاعب يلعب بارتياحيه، ما تبقاش انت ضاغط اللاعب بانذار ببطاقه صفراء كابتن شريف. صحيح. تخلي الاداء مش كويس. التوتر غربان النهارده كابتن، انا قلت النهارده مباراه سهله جدا، مش محتاجه محلل تحكيمي، مش محتاجه، لان الكل شاف النهارده الاداء التحكيمي ما كانش مظبوط اعتقد على فريقين، ولكن النادي الاهلي النهارده كان بالزياده النادي الاهلي فيه اخطاء. مظبوط. على حدود مناطق الجزاء. مظبوط. كانت ممكن تؤدي الى اهداف. مفيش اخطاء داخل الصندوق خلي بالك، او اختبارات للحكم، ولكن بشكل عام الاداء التحكيمي ما كانش مرضي. علامات استفهام كبيره على اداء حكم يعتبر رقم واحد في افريقيا من الحكام البروفيشنال. رايح كاس عالم. رايح كاس عالم ورقم واحد. مصطفى غربال ادائك ما كانش على مستوى الحدث، مباراه اكبر من ادائك التحكيمي، اتاثرت بالضغوط ولا يجب انك تتاثر بالضغوط، للاسف الشديد النهارده تاثر بالجماهير. صح. تاثر بالملعب. كان في بعض المواقف يا كابتن، خصوصا في الكرات الثابته حوالين منطقه جزاء النادي الاهلي، هو كان ليه دور مؤثر فيها. هقول لك على حاجه، هو النهارده كان بيديك الاخطاء اللي هي في نص الملعب. مظبوط. يديها لك بذكاء، وعندي اخطاء ما فيش فيها اخطاء وكان بيديها. صح. وكان في اخطاء على حدود منطقه الجزاء كابتن شريف، وانت عارف كويس قوي قوي الحاجات اللي هي بتتحط على منطقه الجزاء اللي هي بتبقى الكره الثابته. هو المعيار كان مختلف يا كابتن، المعيار يعني العاب كده ما تحسبش والعاب هنا تتحسب، نفس اللعبه. هو كابتن حشيش النهارده في المخالفات ما كانش كويس، في العقوبات الانضباطيه ما كانش كويس هنا وهنا، ولكن زي ما قلت النهارده اداء غربال عليه علامات استفهام كبيره. يا جماعه مش هو ده رقم واحد في افريقيا للاسف، المفروض يراجع نفسه. غربال افضل من كده كابتن شريف بكتير. شفنا حكام افضل بصراحه. وفي حكام افضل بكتير النهارده، هو اتاثر وزي ما قلت تاثر الحكم بالجمهور وبالارض والحاجات دي، مش هتلاقي فيه نتائج كويسه في المباراه. تعال نشوف النهارده يعني الفار النهارده حام بيده الحمد لله، ما تدخلش باي قرار لان ما كانش فيه حالات داخل منطقه الجزاء كابتن شريف. نشوف النهارده حام بيده ومعاه الحكم من رواندا كانت على الفار. خلينا نروح للحالات التحكيميه كابتن ايمن ونشوف اول حاله تحكيميه. كابتن اسامه، دي اول حاجه كانت تقريبا في الدقيقه 4 او في الدقيقه 6، اكرم توفيق شوف الايد هنا في الوش، في وش اكرم، ودي قلنا الحاله ديت لما بيكون الايد في الوجه كده كابتن المفروض تحتسب مخالفه وتدي فيها بطاقه صفر. هو هنا هذه المخالفه اعتقد ما اداش فيها البطاقه، ودي المفروض ياخد فيها بطاقه صفراء، كان لابد. دي اول بطاقه مفقوده من الحكم يا كابتن، انا قلت العقوبات. لا هو ما حسبهاش حاجه، هو كمل اللعب. دي العقوبات دي حاله نقف عندها شويه، يعني هنا في مخالفه كابتن عادل وفي انذار، لم تحتسب المخالفه ولم يشهر البطاقه. دي كانت اول حاجه في وجه اكرم توفيق. الحاله بعد كده نشوف اللي جاي، هنا لعبة مهمة جدا جدا، وهنا اللاعب اللي هو مع امام عاشور، هنا امام عاشور كان عنده امكانية فرصة هجوم واعد، هو هنا اللاعب افسد، ودي يمكن اول انذار اداه للاعب اللي هو روجيه الترجي مع لعبة امام عاشور، احتسب المخالفة واشهر فيها البطاقة الصفر. نشوف اللعبة اللي بعد كده، الحالة اللي هم كانوا بيطالبوا فيها كابتن ايمن بركلة جزاء عادل. مفيش حاجة خالص. مفيش فيه حاجه خالص يعني، هو حتى محمد هاني اللي قدام اللي عايز بالزبط. محمد هاني طالع خالص ومفيش اي تلاحم وفي يعني في تنافس عادي، والراجل وقع وسقط مفيش اي مخالفه، وبالتالي هنا كان قراره كان قرار صحيح، مفيش مخالفه على محمد هاني في هذه الحاله،
وكان الفوار كمان بيؤكد على صحة القرار، ما فيش فيه مخالفة. نشوف الحالة بعد كده. حالة من الحالات المهمة جدا جدا كده. شوف هنا لعبة محمد عبد المنعم وكريم فؤاد. هذه الحالة هو أشهر بطاقة الصفراء كابتن شريف. لو إن كريم هو اللي سابق يعني لكريم فؤاد ولايمان لم يعطي أي إنديكيشن لأي حاجة. هي عندنا هنا الحكم المساعد مكران هنا خلى لعبة تواصل، وهو هنا المعايير اختلفت. كابتن أسامة، هذا المساعد حسب مخالفة قبل كده، المخالفة دي ما حسبهاش المساعد. هو هنا حسب المخالفة وأشهر البطاقة الصفر لكريم. لو احنا رحنا لحالة أكرم كان يجب زي ما اديت هنا إنذار تدي لاعب اللي هو لعب مع أكرم نفس اللعبة، هي لعبة، ولكن المعايير اختلفت في البطاقات الصفراء كابتن حشيش. صحيح. نروح للحالة اللي بعد كده، ودي مخالفة. هو أشهر هنا البطاقة الصفراء كابتن شريف في لعبة محمد هاني اللي هي اللاعب كان خارج خط تماسهم دفع، وهنا الإنذار، إنذار مستحق مفيش فيها كلام، إنذار مستحق لمحمد عبد المنعم. نشوف بعد كده الحالة اللي جاية، ودي حالة شد. أنا بقول لك هو كان مش كويس على الفرقتين. مظبوط. شد واضح هنا من التيشيرت، وهنا كان يجب إشهار البطاقة الصفراء أيضا، وهنا لم يشهر البطاقة. ليه؟ عارف ليه يا كابتن؟ هو حاسس إن هو داس على الأهلي. أمبالانس. حاسس إيه؟ داس على الأهلي شوية. كتير. فيعني هو بيحاول يدير أكتر من حكم كابتن حشيش. بالظبط. إنذارات المفروض يديها مفيش، عقوبات انضباطية مفيش، مخالفات بيحسبها بالعكس. مظبوط. نشوف الحالة بعد كده ونعدي ونمر ونشوف. هنا اللاعب بهذا الدخول يا كابتن حشيش، شوف اللاعب الترجي داخل، احنا جايبين لو معانا الحاله هتشوفها اصعب من كده بكتير. فيها تهور. اللاعب داخل فيها تهور. طبعا. اللاعب ده جاي وعامل تاكلينج من مسافه، وامام عاشور ليلى شرج ليه يا كابتن ايمن. واخد امام من تحت. واخد امام من فوق. صح. انت متخيل هذه الحاله؟ بص هو حتى. اداله انذار هنا يا كابتن؟ لا. ما ادالوش انذار. ما خدش انذار. انا بقول لك في معايير مختلفه تماما. حتى بص مصطفى غربال هو حتى بيميل بجسمه هنا كابتن حشيش كابتن اسامه عشان يشوف المخالفه. هو مش شايف يعني. انا النهارده بدل ما يمين كده اخد زاويه اوضح يا كابتن حشيش. الكره دي حسبها قوي مش كده؟ اروح اتوقع حسبها رمي التماسك. انا بتكلم على البطاقه هنا، دي تستحق بطاقه صفراء كابتن ايمن. دي في معيارها عندنا تاكلينج وانت جاي في الرجل بهذا الشكل والسرعه على الاقل فيها انذار. دي الحاله اللي هي بعيد شويه يا كابتن هنا. نعم بعيد خالص. بالعكس قريب جدا. بس هو قريب بس كابتن. انا مش شرط الرؤية. بس برافو عليك كابتن حشيش. ما انا يا كابتن ممكن اكون قريب بس ما عنديش زاويه رؤيه اشوف منها الحدث. هو قريب، هو حتى كمان بيميل مش شافش التفاصيل. ولكن هي دي من ضمن الحالات اللي هي على فكره انا معايا حالات كتيره جدا يا كابتن ايمن كلها خاصه بالعقوبات. ما يرفعلوش يا كابتن هنا. ده الرابع يديله مش كده؟ الرابع هنا الرابع اللي واقف على الخط يديله. الرابع هنا معتزل سليماني وحكم كويس. يعني معتز انت شايف الدخول ده، انت في الكوميونيكيشن قول له ان الرابع ده بيساعد الحكم كابتن ايمن. صح. كل طاقم التحكيم داخل ميدان اللعب بيساعدوا بعض في القرارات التحكيميه. انا بقول النهارده هو ما كانش على مستوى الحدث يرجع نفسه مصطفى غربال، ولكن هو عزائنا الوحيد النهارده ما كانش فيه اخطاء داخل الصندوق الحمد لله. يعني ولا هنا ولا هنا، ولكن اخر مره حكم لنا فين؟ في السوبر ولا كان؟ نعم. اخر مره حكم لنا فين؟ سوبر. اخر مره حكم لنا هو حكم لنا مباراه اهلي وزمالك قبل كده كابتن. اخر مره. اخر مره لا، وبعديها حكم ماتش في كاس العالم للانديه كابتن ايمن وبرضك ما كانش موفق فيها. انما مصطفى غربال هو رقم واحد. اللي انا زعلان كابتن عادل ده رايح كاس عالم خلاص، ان يعني هو طاقم التحكيم اللي معاه بنسبه كبيره رايحين كاس عالم. زعلان منه النهارده عشان النيه انه يدي على حوالين ال 18 دي. ما المفترض انه ما يعملهاش. هو تاثر بالاجواء والكابتن ناصر قال قبل المباراه كده. هو نيه ان يكتفك في كرة بتاعت وسام ابو علي اللي رايح على الجون، فهو الراجل اللي زقه اللي مسكه حسب عليه فور. انت لعبت وسام ابو علي. هقول لك على كابتن عادل، وسام ابو علي هو اللي استقبل خد الكوره. مظبوط. يعني انا اللي قدام. تمام. انا ما عملتش اي مخالفه. صح. يعني انا كمهاجم، وانت عارف كمهاجم باخد كورتي وبستحوذ عليها وبحجز عليها. المخالفه جت من اللاعب المدافع يا كابتن. صح. فوجئنا بالصفاره، وهي كانت على خط 18 على فكره، على حدود منطقه جزاء الترجي. صفاره على وسام ابو علي موجوده معانا الحاله دي يا كابتن؟ بفاول معانا. انا بقول لك حالات حالات كتيره جدا جدا خاصه كلها بتتلخص في المخالفات الغير صحيحه، البطاقات الغير صحيحه. انا بقول النهارده هو ربنا كرمه ان مفيش حاجات في داخل الصندوق هنا ولا هنا، ولكن رقم واحد في افريقيا يراجع نفسه في الحاله دي. تعالى في الحاله دي
وهنا حاله من الحالات مهمه. امام عاشور خد الكوره حسب على امام انت متخيل هنا امام عاشور نجح في لعب الكره كابتن الاهلي خلاص سبب امام خد الكوره خلاص. وبص هو هنا ما عندوش اي عذر كحكم يا كابتن اسامه. انا هنا قدام الحاله زاويه زي الفل وزاويه رؤيه ما فيش حد حاجب عليك اي حاجه. وهنا امام بينجح في لعب الكره وبالتالي بيحسب مخالفه على امام. هنا امام طلع اولا ما فيش اشتراك بالراس ما فيش حتى اشتراك من لعب الترجي. انا لعبت ونجحت في لعب الكره المفروض اخلي اللعبه تواصل. هنا صفر على امام عاشور في حاله لا تستحق المخالفه. ودي كانت كل حالات مصابه غربال خاصه بالمخالفات والعقوبات النظافيه. بقول النهارده هو ما كانش في على مستوى الحدث اعتقد مباراه فرصه ان هو يراجع نفسه فيها كابتن ايمن. الحمد لله ما فيش خطا تحكيمي مؤثر في نتيجه المباراه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نتمنى باذن الله. مين حكم مباراه العوده كابتن؟ اعتقد ندالة ان شاء الله ندالة او دانيال لاريا مش فاكر ولكن هيبقى المباراه هنا ان شاء الله. النادي الاهلي يخلص يا كابتن ايمن الله. ودايما النادي الاهلي لما بيخلص خلاص التحكيم ما بقاش ليه دور في المباراه. ودايما النادي الاهلي بيسهل مهمه التحكيم. هنا على استاد القاهره ان شاء الله الاهلي يفوز ويفرح جماهيره. وكلنا بنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يفوز ان شاء الله ونادي الزمالك بكره يفوز ان شاء الله تبقى البطوله هنا وهنا. ربنا يكرم الكره المصريه والتحكيم على مستوى افريقيا مستوى ان شاء الله المحلي. باذن الله. شكرا كابتن ايمن. شكرا جزيلا كابتن ناصر شرفتنا. الله يخليك.